السلام عليكم. انتقدت الحكومة اليمنية صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الميليشيا بحق مواطني مدينة تعز منذ قرابة 3 أعوام. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن مجزرة بير باشا في تعز يجب أن تفتح ملف كل المجازر التي ارتكبتها الميليشيا وأن يتحرك كل الرافضين لهذه الجرائم لإيصالها للعالم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنبحث عن إجابات للعديد من التساؤلات. لماذا تتجاهل المنظمات الدولية ما يحدث في تعز؟ ولماذا يختلف تعاملها مع الجرائم التي تحدث في البلد باختلاف الأطراف التي ترتكبها؟ خلال أسبوع واحد فقط كانت المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومعها الكثير من الناشطين المرتبطين بها تقع في خطأ طالما دأبت على ارتكابه طوال فترة الحرب اليمنية، وهو التعامل بمكيالين إزاء الجرائم المرتكبة في اليمن. في صنعاء ارتكب التحالف جريمة بشعة بحق المواطنين الأبرياء، وكانت ردة فعل المجتمع الحقوقي عنيفة في وجه استمرار الانتهاكات التي يرتكبها التحالف. بعدها بيومين كان تحالف الانقلاب يرتكب جريمة أخرى في تعز، إلا أن هذه الجريمة لم تحرك هذه المنظمات وناشطيها، ولم نشاهد ردة الفعل ذاتها، وهو ما يشير بحسب مراقبين إلى أن هذا يأتي في إطار جهد يهدف إلى التغطية على جرائم الميليشيا. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. قذيفة موت أخرى تحصد أرواحا جديدة في حي بير باشا بتعز، هذا الحي الذي كان ولا يزال مسرحا لمجازر ارتكبها الانقلابيون في قصفهم المتعمد للمدنيين العزل. 10 من هؤلاء المدنيين كانوا يتجمعون أمام المطعم الشعبي الذي أغلق أبوابه في هذا الشارع القريب من نادي الصقر. باغتتهم قذيفة هاون فقتلت 4 منهم وأصابت 6 آخرين، بعضهم في وضع صحي حرج. اضطر المواطنون إلى التعامل مع حادث مروع كهذا بإمكانياتهم المتواضعة في إسعاف الجرحى وانتشال الجثث من الموقع الذي استهدفته القذائف العشوائية المتوسلة نية إيذاء المدنيين وقتلهم. هذا بعض من أثار القصف العشوائي المتعمد الذي أتى على ما بقي من حياة في هذا الحي بعد أن اضطر البعض من السكان وأصحاب المهن إلى تركه بحثا عن الأمان. اللافت في جريمة الحرب هذه هو هذا الصمت الأممي الذي لا يكترث بما يجري في تعز، رغم إقرار المبعوث الخاص لأمين عام المنظمة الدولية إسماعيل ولد الشيخ بأن ما يجري فيها لا يحتمله عقل. مدينة تعز حقيقة وصلت إلى مستوى من المأساة الإنسانية لا يتحمله يعني العقل. هناك يعني ضرب ضد المدنيين، هناك معاناة مباشرة، وهذا كررناه وهذا مع الأسف لا يبرر. صمت اعتبره مصدر مسؤول في الحكومة بأنه مثير للاستغراب والتعجب. وزارة حقوق الإنسان اعتبرت استهداف المدنيين العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في تعز جرائم حرب وترتكب منذ أكثر من عامين، علاوة على الحصار الجائر والأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية وحولت تعز إلى مدينة شبيهة بلينينغراد. المرصد الأورومتوسط لحقوق الإنسان اعتبر هذا الحادث إلى جانب قصف الأحياء السكنية المأهولة بالقذائف جريمة حرب بحسب نظام المحكمة الجنائية الدولية. تتمدد مساحة الخوف والمعاناة والألم في مدينة تعز في وقت تستمر فيه الميليشيا بقصف المدينة وحصارها، ويستمر التحالف في التعاطي مع مأساتها باعتبارها شاهد حال لا أكثر على فظائع تبقي الانقلابيين في الجانب الأسوأ من هذه الحرب. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ من القاهرة. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. أهلا فيك أستاذ نبيل. الحكومة أدانت صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي ترتكب بحق أبناء تعز، لكن الجميع ينتقد الحكومة بأنها تكتفي على الإدانة فقط ولا تتابع ولا تطالب بمحاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم بصورة رسمية في المحافل الدولية وفي المنظمات الحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. حقيقة نحن أولا نريد أن نقول أن ما جاء في بيان وزارة حقوق الإنسان كان واضحا من أننا لن نسكت وسنتحرك بشكل كبير
خلال الأيام المقبلة إلى جنيف في إطار اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته 36، وسيكون موضوعنا الرئيسي هذه المرة بشكل كبير الكيل بمكيالين من قبل المنظمات الدولية، لأننا فعلا وصلنا إلى مرحلة نضيق درعا بما بهذه التصرفات اللا مسؤولة من قبل المنظمات الدولية التي يفترض أن تكون لها عين حقوقية واحدة لا تكيل هنا بكيل وهنا بكيل آخر. وعليه فنحن إلى جانب البيانات التي عديناها سنعد ملفا كاملا حول هذه الجرائم إن شاء الله، وسنتقدم بذلك إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإلى الجهات الدولية الأخرى للمطالبة بالمساءلة والمحاسبة الكاملة عن كافة الجرائم. نحن كما أدلنا أي أخطاء قام بها التحالف أو يقوم بها الجيش الوطني، نحن في نفس الوقت نتعامل بنفس العقلية الحقوقية وبنفس المنطق الحقوقي والمبدأ على أن هذه الجرائم التي كما لاحظتم من خلال الناطق الرسمي لهذه الميليشيات في تعز والذي قال وبكل صلف أننا استهدفنا مجموعة من المنافقين في منطقة بيرباشا بهذه القذائف وسنواصل، هذا التصريح يعطي اكتمال لأركان الجريمة بحسب ما جاء في ما يسمى بإعلان روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من اكتمال أركان الجريمة، بحيث تعد هذه الجريمة أصبحت بشكل كامل 100% جريمة حرب متعمدة ومقصودة، وعليه لابد من أن تخضع هذه العمليات لأن تكون ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، نعم. ويحق حتى فيها للمواطنين أن يتقدموا للجهات الدولية للمساءلة والمحاسبة. نعم، كيف يمكن فهم التعامل بمكيالين كما تحدث من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية عندما تحدث جريمة يرتكبها التحالف العربي سواء في صنعاء أو المحافظات التي تخضع لها الميليشيا، تكون هناك إدانات ومطالبة بالمحاسبة في ربما في نفس يوم الحادث، على العكس تماما في تعز تحدث جرائم ولا نجد أي يعني إدانة أو تحرك أو تحدث في من قبل المجتمع الدولي وأيضا الأمم المتحدة، لماذا هذه الفارق من وجهة نظرك أستاذ نبيل؟ الفوارق لسببين، السبب الأول أن كثير من المنظمات الدولية ما تزال تصر على أن يكون مكاتبها الرئيسية موجودة في صنعاء، ورغم أننا طالبنا منذ فترات طويلة انتقال هذه المنظمات الدولية بمراكزها ومكاتبها الرئيسية إلى العاصمة إلى جوار الحكومة في عدن، إلا أنهم ما زالوا يماطلون ويسوفون في هذا الجانب، بعض المنظمات قالت سنفتح مكاتب في عدن لكنها ما زالت تصر على أن يظل المركز الرئيسي لها في صنعاء. وهل إدانة الجريمة أستاذ نبيل وهل إدانة الجريمة التي أصبحت موثقة بالصوت والصورة ونقلت لكل العالم تحتاج لكي تدين هذه المنظمات من المكتب في هذه المكان التي أقيمت فيها الجريمة؟ هم أساسا يفتحون آذانهم بشكل كبير للميليشيا القريبة منهم في صنعاء، بالإضافة إلى أنهم حتى في مراكزهم الدولية في العواصم الأوروبية يتعاملون مع كثير من الجهات المشبوهة التي تقدم لهم تقارير، سواء عبر ليست فقط منظمات يمنية ولكن منظمات حليفة للميليشيات موجودة في هذه الدول، ونحن نتابع ذلك منذ أكثر من عامين ونصف من خلال تواجدنا في المحافل الدولية ولطالما أشرنا إلى ذلك، بالإضافة إلى قيامهم بحملات مستمرة لمطالبة بمقرر خاص لليمن، بمطالبة بلجنة دولية، كل ذلك يأتي في إطار محاولة الضغط على الحكومة الشرعية لإيجاد كيانات لا تقوم إلا بعملية الضغط على طرف واحد فقط، ونحن نقول نحن لن نقبل بهذه الأساليب، سنظل نتمسك بإرساء المبادئ الحقوقية المتعارف عليها وهي التعامل على كل القضايا الحقوقية بعين واحدة ومبدأ واحد. نعم أستاذ نبيل، يقول البعض بأن هذه المنظمات معظمها من يشتغلون فيها ومن يعملون فيها هم قريبون من الانقلاب ويعملون لصالح الانقلاب،
كيف يمكن لكم أنتم كجهة رسمية وفي الحكومة الشرعية أن تخترقوا هذه المنظمات التي ظلت طوال هذه الفترة تتحكم بها هذه المجموعة من العملاء للانقلابيين؟ هذا الكلام كنا واضحين فيه أكثر من مرة، وكما لاحظتم على سبيل المثال أحد الموظفين الدوليين الذين كانوا يعملون تابعين كان يدير أحد المنظمات الدولية في صنعاء، وصل به الأمر إلى حد أن يتواجد في اجتماع لعيد الغدير، وهو أحد الأعياد التي ابتكرتها الحوثيين في اليمن ولم يكن اسمها بها اليمنيون. وكانت هذه الصورة هي التي أثبتت للأمم المتحدة أن أمثال هؤلاء أصبحوا يعملون بوجه مكشوف. أيضا إحدى الجهات الدولية وجدنا أن الاستبيان الذي تقدمه لبعض الراصدين للرصد على الأرض هو عبارة عن رصد من قبل التحالف العربي والجيش الوطني، في حين أنه لا يمكن بهذه الاستمارة أو بهذه الأسئلة الموجودة في الاستمارة، وهي أسئلة مغلقة، إلا أن تعطي فقط في اتجاه واحد وكان بشكل واضح. الآن نحن نقول أننا أمام فعلا هذه الحالات التي استطاعت الميليشيات الاختراق من خلالها أو التواجد من خلالها في هذه المنظمات الدولية. نحن لا نريد اختراق المنظمات الدولية، ولكننا نريد أن تعمل بشكل صحيح، بشكل محايد، بشكل حقوقي ما تتحدث الاتفاقيات الدولية. الآن نحن نتحرك في هذا السياق وسنصر على مواقفنا، ونحن نستعد دائما إلى أن نستقبل أي جهات دولية في اليمن ونتحرك معها في كل في كامل الأرض اليمنية من أجل الوصول للحقيقة والبيانات الحقوقية والتقارير الحقوقية السليمة. نعم، طيب أستاذ نبيل تكرم البقاء معي ونشرك معنا في الحديث من هولندا الصحفي غمدان اليوسفي. مرحبا بك أستاذ غمدان. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ غمدان. خلال أسبوع واحد حدثت جريمتين، الأولى في صنعاء والأخرى في تعز، لكن رأينا هناك تباين في الحالتين، وكما تعلم الضحايا كلهم مدنيين. ردة الفعل من قبل المجتمع الحقوقي اختلفت في صنعاء وفي تعز، كيف تقرأ هذا الاختلاف أستاذ غمدان؟ والله للأسف يعني ربما تتكشف كل يوم يعني تفاصيل جديدة حول هذه القضية نفسها. يعني اليوم إلى قبل ساعة وأنا يعني أدير نقاش مع يعني مع الأستاذ رضية المتوكل مثلا، يعني التي هي لديها منظمة مؤسسة، يعني هي قامت بمشاركة عدد من المنشورات التي نشرت في بعض الوسائل الدولية حول ما يتعلق بفجعة طان، لكن خلال 24 ساعة لم تكتب حتى كلمة على محافظة تعز في صفحتها في تويتر. أنا ربما يعني أعتمد على تويتر بشكل واسع، خضت نقاش معها، قالت أنها ليس لديها معلومات ولم ينشر في أي وسيلة إعلام دولية هذه الذريعة، بينما أنا أثبت لها أن لديها 4 راصدين في داخل تعز، وأتيت لها بالأسماء، يعني لديها يعني أسماء 4 من الناشطين، وقلت لها هذا يعني يتواجدون في المدينة، بإمكانهم أن يركبوا باص أو 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 دباب ويصلوا إلى مكان الحادث. يعني أضف أستاذ غمدان، نعم معذرة على المقاطعة أستاذ غمدان، أيضا إلى غير الأسماء التي ربما تريد أن تذكرها لها، لكن هناك توثيق بالصوت والصورة لهذه الجريمة، ولا يحتاج لأي شخص حتى يعني يتم التأكد من هذا الشيء، هناك صوت وصورة يظهر الجريمة ويؤكد حقيقتها التي ارتكبتها الميليشيا. وأيضا هم صرحوا، أيضا الميليشيا صرحت بأنهم استهدفوا مجاميع عسكرية تابعة لما يسمى بمرتزقة العدوان في تعز، والحقيقة هي لسوق شعبية نساء وأطفال ومتسوقين في بير باشا. يعني للأسف ربما يعني من غير المنطقي أن أذكر أسماء الذين يعني ناقشت معهم هذا الموضوع من الذين لديهم يعني طاولات وجولات فيما يتعلق بالمجتمع المدني، لكن ربما يعني الوضع كان مخزي على الأقل حتى في تلك الردود، أن يتم الرد مثلا من قبل الدكتورة إلهام مانع أو من قبل رضية المتوكل أو الصمت من قبل البقية الذين راسلتهم شخصيا بالاسم واحد إثر الآخر، وذلك يعني بعد أن شاهدت صفحاتهم مكللة بصور ما يتعلق بفجعة طان،
كما تكللت صفحتنا نحن ايضا، يعني لم نتوقف، يعني في النهايه الوضع الانساني قمنا به جميعا، وهذا ما يملي عليه ضميرنا نحن. وبالتالي كنت يعني اريد فقط ان يعني على الاقل ولو اشاره، لكن ان تكون الذريعه انه لم ينشر خبر عن هذه الوسيله. بالعكس ايضا انا يعني ارسلت لهم روابط عن لوسائل يعني اعلام دوليه نشرت تفاصيل ما حدث في تعز، مع ذلك يتم التعامل بانتقائيه واضحه الى درجه انه يصلوا الى الصمت حتى لا يردون على 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 يعني على يعني تساؤلاتك او تساؤلات الناس في داخل هذه الوسائل. الدوافع التي تجعلهم يعني يعملون بهذه الانتقائيه استاذ غمدان كما تقول؟ سأثبت لك بعض الأشياء. مثلا يعني اليوم سألت رضي المتوكل سواء بالخاص أو بالعام، قلت لها لديك معتقل في تعز من أحد الناشطين الذين الرافضين الخاص بمؤسستك، لم ترد على هذا السؤال لا بالخاص ولا بالعام، برغم أن المعتقل هو أحد يعني الرافضين الذين عملوا معها، وهو معتقل مع الحوثيين في تعز وليس مع يعني مع قوات الحكومية أو هذا الطرف أو طرف المقاومة. يعني ولو كان مع الطرف الآخر أعتقد أننا سنسمع ولولة وتعويل يعني وعويل كبير، ربما قد يكون أطلق سراح ذلك الشخص، لكن يعني لست متأكد من أنه أطلق سراحه أو لا، لكن هو في الأساس حدثت حالة الاعتقال ولم يتم ذكرها بتاتا، ولم تسمعوا عنها لا أنتم ولا أنا حتى هذه اللحظة، حين أبلغني أحد زملائه فقط يعني وهو كان يعمل مع منظمة يعني مواطن. يعني اليوم أنا أتكلم بشكل ربما أذكر أسماء، وهذا يعني ليس من المنطقة أن أذكر أسماء ولا يدافعون عن أنفسهم. اليوم نحن أنا أتحدث عن يعني أشخاص صار لهم فولات وقولات في العالم يعني في العمل الحقوقي، ولم يعد الموضوع متعلق بشخص أو بشيء، وإنما هي مؤسسة منظمة يعتمد عليها كثيرا في التقارير الرصد الدولية. ولكن ربما علينا نحن الإعلاميين ألا نتوقف، أن نضع الأسئلة لهؤلاء بشخصهم أو بمؤسساتهم، ألا أن نحرجهم بشكل دائم كي يتوقفوا عن هذه الازدواجية. علينا أن ألا نخجل من أن نسألهم لماذا لا تفعلوا ذلك، لماذا تتوقفون عن ذلك. علينا يعني كل شخص هذا حق من حقوقنا أيضا، كونه هو أيضا يتحدث باسمنا في المحافل الدولية يجب أيضا أن نحرجهم وأن نضعهم أمام مشهد مخجل كما يحدث اليوم. نعم أستاذ غمدان، أيضا يعني هناك نقطة في غاية الأهمية. الآن أنت ربما تحدثت عن من هم يعملون بمنظمات دولية ومتواجدون في اليمن، لكن أيضا حتى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان Human Rights Watch وغيرها من المنظمات ربما تتأخر في اتخاذ أي موقف عندما تحدث جريمة في تعز، على العكس تماما مثلا في صنعاء ربما في نفس اليوم يتم إصدار بيان وإدانة ومطالبة بمحاسبة من ارتكب الجرائم، لماذا؟ اولا لانه يعني في الاساس اعتمدت هذه المنظمات على موظفين قريبين من هذا الطرف يعني للاسف يعني، وان يتم الاعتماد اليوم ربما كثير من المنظمات يعني معتمده على شخصين او ثلاثه اشخاص هم من يرفعون لها بهذه التفاصيل، ومن ضمنهم الذين ذكرت اسماءهم خلال هذه المحادثه. وبالتالي يعني نحن نتحدث ان الاشكاليه فينا نحن اليمنيين الذين ننظر يعني الى الدماء يعني بتخصيص الى الدماء، ننظر اليها بان هذا الدم ارقى من ذاك، الى ان دم هذه المنطقه ارقى من ذاك. يعني هذه هي الاشكاليه، اشكاليتنا نحن مع هؤلاء، يعني ليست مشكلتنا مع المجتمع الدولي بقدر ما هي مشكلتنا مع ابناء جلدتنا الذين يميزون بين دماءنا، الذين يميزون بين دماء تعز وبين دماء صنعاء. ونحن في تعز يعني اعتقد انه اذا لاحظت كل وسائل الاعلام سواء وسائل الاعلام او الاعلاميين انفسهم او الناشطين او يعني من معظمهم او كلهم من الذين هم مقربين اساسا من طرف الشرعيه، كلهم تحدثوا عن جرائم التحالف. ويعني انا شخصيا ظهرت على قنوات يعني قنوات التحالف نفسها، تحدثت في قنوات السعوديه او في قنوات الامارات وتحدثت عن هذه الجرائم بشكل مباشر في هذه القنوات، يعني اتيح لنا المجال. وايضا في صفحاتنا نحن اصلا يعني في النهايه هذه مواقف اخلاقيه، لا يمكن ان نميز بين الدماء، لانه في النهايه ستكون محسوبه علينا في يوم من الايام.
لكن أن يتم التعامل معنا بهذه الطريقة، وأن يتم حتى لو تم يعني ذكر يعني محافظة تعز يعني يذكرها على خجل أو منبر إسقاط الواجب، بينما ينشر عشرات المنشورات في حال حدثت نعم. يعني أي جريمة للتحالف، ونحن قلنا حتى لدينا لجنة وطنية مكلفة من الرئيس عبد الرب منصور هادي وباتفاق الأطراف السياسية التي هي اللجنة الوطنية لرصد اللجنة الوطنية، هل ترى في عملها أي قصور أستاذ غمدان؟ لا بالعكس، يعني انا تحدثت عنها يعني في قبل ايام وقلت إن انها رصدت يعني حالات نعم. يعني 940 حاله قتل لمدنيين في مقابل 1081 حاله للحوثيين، يعني هناك حتى قرابه في الارقام. يعني هذه يعني اللجنه المحترمه التي يجب ان ندعم عملها ويجب ان نقف الى جانبها، يعني اصبحت اليوم هي عامل التوازن، كونها ايضا من 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 الاشخاص الذين هم بيننا، من الاشخاص الذين يعانون مثل لنا ويعملون في الميدان ويوم وقبل أمس نزل فريق هذه المنظمة في نفس اليوم لتوثيق الجريمة نعم فقعطان، ونزلوا وغطوا هذه يعني ورصدوا هذه الواقعة وأصدروا يعني ووثقوها. يعني هذا العمل الأخلاقي الذي يجب أن ندعمه ونحترمه على الأقل كونه مؤسسة وطنية، ويجب أن نقف معنا. نعم طيب أستاذ غمدان تكرم البقاء معي، وأعود لي الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أستاذ نبيل، دعت الحكومة إلى تحرك دولي لفضح جرائم الميليشيا، لكن الناشطون العاملون أو لكن الناشطين العاملين في هذا المجال يشكون ضعف تدفق المعلومات من قبلكم في الحكومة الشرعية، هل هناك فعلا مشكلة لديكم في أيضا مدهم بالمعلومات؟ نعم المعلومات التي لدينا عبر مواقعنا، عبر يعني لو لاحظتم كما أشار الأستاذ غمدان يعني نحن حتى في يعني مثلا لو أخذت آخر بيانين صادرين عن الوزارة ستجد أن البيان الأول كان بما يخص الضربة التي حدثت في أرحب وفج عطان الضربتين، والبيان الثاني بما يخص تعز. نتعامل بنفس العين وبنفس المبدأ الحقوقي، ونقول أيضا أن الدم اليمني واحد ولن نتهاون في كل هذه الجرائم. بالمقابل الأخوة الناشطين نحن دائما نقول أن الوزارة من خلال مركزها الرئيسي حاليا في عدن تفتح أيديها نعم نعم أستاذ نبيل، ربما هناك أيضا مشكلة في التواصل معك، أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وعودة أخيرة إلى هولندا مع الصحفي الأستاذ غمدان اليوسفي. أستاذ غمدان أيضا أنت من خلال متابعتك، هل هناك قصور من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل وزارة حقوق الإنسان اليمنية في مد هذه المنظمات بالمعلومات والحقائق لاتخاذ مواقف أكثر حزما ضد الميليشيا التي تقوم بارتكابها؟ أستاذ غمدان، إذن ربما فقدنا أيضا الاتصال بالأستاذ الصحفي غمدان اليوسفي. كنا يعني تحدثنا وفي هذه الحلقة عن الجرائم التي ترتكب في اليمن وتكال بمكيالين في المناطق التي تخضع سيطرة الميليشيا، هناك ربما أكثر توثيقا وأكثر اهتماما، على العكس هناك أيضا تخاذل كبير وعدم اهتمام وتجاهل للجرائم التي تحدث سواء في تعز أو المناطق الأخرى. في ختام إذن هذه الحلقة من زوايا الحدث لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الأكارم وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ وكذلك الصحفي غمدان اليوسفي، تقبلوا تحية معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.